إفطار رمضاني جماعي نظمته مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية، ضم أكثر من 1000 من متطوعي المبادرة، فضلاً عن بعض الأهالي والأسر الأولى بالرعاية من المستفيدين بها. كلنا جايين من مختلف الأماكن في الغربية، من كل المراكز جايين النهاردة عشان نقول أنا مش عيلتي بس اللي هي عيلتي الصغيرة اللي هي 4-5 أفراد، لا أنا عيلتي كبيرة النهاردة، احنا حوالي 1000 متطوع ومعانا بعض الأسر الإنسانية. يعني كان فطارنا ما كانش هيبقى له طعم زي ما يكون معانا بعض من أهالينا المستحقين. معانا النهاردة 12 عروسة جميلة هنفرحهم بالأجهزة الكهربائية بتاعتهم. معانا النهاردة حالات تمكين اقتصادي هنقدم لهم تروسيكلات علشان يكون مصدر دخل ليهم. معانا اخواتنا ذوي الاحتياجات الخاصة كمان جايبين لهم كراسي متحركة. النهاردة احنا عاملين افطار 1000 وجبة للمتطوعين جدعان حياة كريمة، على جانب بعض الحالات الإنسانية اللي بنقدمها وبعض الأسر، حوالي 12 عروسة، 6 تروسيكل، 4 كراسي متحركة. احنا النهاردة عندنا برضو في فقرات بعد الفطار استعراضية او تنورة احتفالا بالأهالي اللي معانا، بنحبش نكون لوحدنا، عايزين نشاركهم فرحتنا، فجايبينهم النهارده. هيبقى برضو في فقرات حلوه، احنا حابين نشوف ابتسامتهم على وشهم، سواء بنشاركهم مع جواز عروسه او البنت اللي تيجي تستلم اجهزتها عشان فرحها قريب دي، فاحنا حابين نشاركها فرحتها. النهارده احنا بنشكر حياه كريمه اللي هي بتجمعنا في الفطار السنوي، دي اول حاجه. تاني حاجه زي ايه ده النهارده؟ تنظيم، كل واحد عارف دوره. حياه كريمه مش مدرج فكره، هي منهج احنا كلنا ماشيين بيه، احنا جيش، وزي ما اطلقوا علينا ان احنا الجدعان، دي اول حاجه. تاني حاجه احنا النهارده بنشارك برضو احد أسرنا، عندنا 6 تروسيكلات يمكن يكونوا موجودين في الخلف، عندنا جهاز عرايس. النهارده احنا التنظيم كل واحد عارف هو بيعمل ايه، المسؤول عن المطبخ في الفطار الجماعي النهارده تقريبا في 1000 متطوع يفطروا مع بعض. احنا بنشكر حياه كريمه ان هي دايما مديانا الفرصه اللي احنا نبقوا مع بعض. افطار حياه كريمه لكل المتطوعين في كل مراكز المحافظه. حقيقه ان احنا النهارده الفرحه مجمعانا كلنا، الفرحه واللمه دي ما كانش ينفع ان احنا نفرح فيها لوحدنا، حبينا ان احنا نشارك فيها اهالينا في كل مراكز المحافظه. بقى لينا في كل مكان اسره، وفي كل مكان صاحب، وفي كل مكان ناس لمانا، واللمه الحلوه دي مشاركين فيها هنوزع فيها لاهالينا في كل مراكز المحافظه. للعرايس اجهزه كهربائيه موجوده، كراسي متحركه، تروسيكلات، نحاول نساعد في مشاريع. حياه كريمه دايما موجوده في كل انحاء الجمهوريه. في البدايه احنا بنبدا نشوف الحاله ونعمل عنها بحث اجتماعي، ونبدا ننزل نشوف الحاله هل هي مستحقه ولا لا. بتعدي بمجموعه من المعايير بنقيم فيها هل الحاله دي هتقدر ولا لا، بالتعاون مع مجموعه من الجهات، ولو الحاله بتقدر بننزل نشاركهم ونفرحهم زي ما احنا موجودين النهارده. النهارده احنا موجودين في حفل الافطار السنوي الجماعي لمؤسسه حياه كريمه محافظه الغربيه. النهارده احنا على مدار طول السنه احنا موجودين كمتطوعين مؤسسه حياه كريمه، بنشارك في القوافل والفعاليات بتاعتها. النهارده حياه كريمه بتجمعنا على طاوله واحده، نفرح مع بعض، بنساعد بعض، بنحس بالروح بالطاقه والمحبه. ده يوم خاص متطوعين مؤسسه حياه كريمه. النهارده في حاجه اضافيه، ان احنا بس مش كمتطوعين مؤسسه حياه كريمه مش بنفرح لوحدنا، احنا النهارده موجودين بجانب اهالينا بنفرحهم. في النهارده هنلاقي في تجهيزات للعرايس، في تمكين اقتصادي، تروسيكلات لاهالينا، هنلاقي في كراسي متحركه. الافطار شامل توزيع 12 جهاز عروسه، فضلا عن تروسيكلات واربعه كراسي متحركه لذوي الاحتياجات الخاصه، وهو ما يمثل دعما وتمكينا اقتصاديا للمواطنين المصريين في قرى ومراكز محافظه الغربيه المختلفه.